مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيو على 6 ملاعبيه اللي تم اختيارهم لتمثيل المنتخب الجزائري في كاس العرب وهما موجودين في البطوله التونسيه. باش نحكيو على اول هدف ليو ميسي مع الي بي اس جي في البطوله الفرنسيه، لكن قبل نبداو مع بطولتنا التونسيه وتعيينات حكام الجوله السابعه من البطوله واللي تلعبوا على دفعتين غدوه وبعد غدوه. في المجموعه الاولى غدوه مع ماضي ساعتين نادي البنزرت اتحاد بن قردان الحكم وهيثم جيرات، نادي حمام لنف نادي صفاقسي الحكم وليد الجريدي. نهار الاحد زوز مقابلات مع ساعتين، نهار الاثنين بلوتو زوز مقابلات ماضي ساعتين، الترجي مع نجم المتلاوي الحكم اسامه رزقله، من حمام السوسه اتحاد تطاوين تحكيم محرز الملكي. في المجموعه الثانيه غدوه ساعتين هلال الشابه نادي الافريقي الحكم هو نضال الطيف، الاربع متاع العشيه ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري تحكيم كريم الخميري. مقابله تلعب في المنستير بسبب الاشغال في ملعب جرجيس باتفاق ما بين الزوز فرق اللي اتفقوا انه يقلبوا الذهاب والاياب. نهار الاثنين ماضي ساعتين مستقبل الرجيش مستقبل سيمان الحكم هو ايمن الناصري، الاولمبي البيجي مع النجم الساحلي مقابله زفر الحكم صادق السلمي. نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة البطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في المجموعة الأولى النجم الرادسي خسر ضد الملعب التونسي 5-1، القلعة الرياضية تعادلت مع أولمبيك مدنين 0-0، الملعب الصفاقسي ربح نادي بمبلا 2-2. في المجموعة الثانية الأولمبي للنقل تعادل مع شبيبة القيروان 0-0، أما الجربة ربحت كوكب منزل النور 3-2، وجندوبة الرياضية تعادلت مع جامعة جربة بنتيجة 0-0. ستة ملاعبية من البطولة التونسية باش يشاركوا مع الجزائر في كأس العرب فيفا قطر 2021 اللي تنطلق نهار 30 نوفمبر. ثلاثة ملاعبية من نجم الساحلي هما حسين بن عيادة، طيب المزياني وزين الدين بوتمان، وثلاثة ملاعبية من الترجي الرياضي التونسي هما محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران وإلياس الشتي. المنتخب الجزائري شارك بمنتخب المحليين اللي دربوا مجيد بوغرة، وفي عدد من لاعبي المنتخب الأول أبرزهم بغداد بونجاح، يوسف البليلي وياسين الإبراهيمي. مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن مهاجم البرسا ومنتخب الأرجنتين سيرجيو أغويرو باش يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب، والإعلان على القرار رسميا منتظر في الأيام القادمة. أبرز المقابلات اليوم في خارج تونس، في إنجلترا ليستر سيتي خسر ضد تشيلسي 3-2، واتفورد ربحت المان يونايتد 4-1. مقابلة نجم تكون الأخيرة المدرب المان يونايتد أولي غانار سولشاير، وفي مباراة القمة ليفربول ربحت أرسنال بنتيجة 4-2. في فرنسا باريس سان جيرمان ربحت نون 3-1، أول هدف ليو ميسي في البطولة الفرنسية بعد ما لعب 5 مقابلات ما سجلتش فيها، سجل في المقابلة السادسة من تصويبه من خارج 18 في شباك نونت. مقابلة فات بانتصار الي بي اس جي 3-1، كما قلت أول هدف ليو ميسي في البطولة الفرنسية. في ألمانيا بروسيا دورتموند ربحت شتوتغارت 2-1، وهوفنهايم ربحت لايبسيك بنتيجة 2-2. في إيطاليا لازيو خسرت مع يوفي 2-2، حاليا 61 دقيقة لعب في مباراة فيورنتينا والميلان، وتقدم لفيورنتينا بنتيجة 3-0. في إسبانيا أتلتيكو مدريد ربحت أوساسونا 1-1، وحاليا أول مقابلة لتشافي في تدريب البارسا، توقيت 48 دقيقة لعب، نتيجة هي التعادل في الدربي مع إسبانيول بنتيجة 0-0. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بوانات. نخليكم مع عدنان وزياد في جلسة فام. موسيقى